بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض أولى محاضرات الفارماكولوجي أو علم الأدوية. هنستعرض في الفيديو ده سريعا جدا جانب كبير من الخريطة العامة للفارماكولوجي، وهندخل في شوية تفاصيل لبعض الموضوعات المهمة. ولكن أحبذ بصراحة جدا يعني قبل ما تشوف الفيديو ده تكون شفت الفيديو الثالث في الهيستولوجي، لأن موضوع كتير جدا مبني عليه في الفهم بالنسبة للفارماكولوجي. بسم الله. هنبدأ أول حاجة، السؤال الطبيعي اللي هيتبادر لذهنك: إيه هو علم الفارماكولوجي؟ أي علم بحاول أدرسه أو بحاول أتعلمه، ببدأ في البداية أسأل نفسي العلم دوت إيه تعريفه؟ والطبيعي إن أي حد بيجي يعرف علم الفارماكولوجي بيقول لك الفارماكولوجي دوت علم دراسة الأدوية. والتعريف دوت ليه إشكالاته، لأنه مش تعريف واضح ومش تعريف دقيق. والتعريف ده ليه إشكالاته. يعني احنا ممكن نعدل التعريف شويه ونقول ساينس ذات ديلز وذ دراجز كينيتكس اند داينامكس. وهنا هتسال نفسك، طيب يعني ايه دراج، ويعني ايه كينيتكس، ويعني ايه داينامكس؟ فبالتالي احنا محتاجين نعرف كل واحده فيهم. فتعال نشوف يعني ايه دراج. الدواء بشكل عام هو ماده كيميائيه بتدخل جسم حضرتك. الماده ديت عندها القدره ان هي تغير وظيفه معينه في الجسم. ولكن الفرق بين الدواء كمادة كيميائية وبين أي مادة كيميائية تاني، إن الدواء بعتبره مادة كيميائية أنا عايزها تغير وظيفة معينة بإرادتي. يعني مثلا مية النار تعتبر مادة كيميائية، لو واحد شربها هتعمل له مشاكل في الجهاز الهضمي وهتغير وظائف عنده. فهل أعتبرها بالتعريف دوت إن هي دراج؟ قال لك لا، لازم الدواء عشان ينطبق عليه التعريف بتاعي يكون بيبروديوس أو بيريديوس أو بيكنترول بيولوجيكال أكشن أنا عايزه. طيب تمام، ايه بقى موضوع الكينيتكس وايه موضوع الدينامكس؟ الموضوع ببساطه يا سيدي ان الدواء بيكون ليه خاصيتين، خاصيه كينيتكس وخاصيه دينامكس. الخاصيه الكينيتكس جايه من كينيزيس يعني موفمنت، دي بتعبر عن الموفمنت بتاع الدراج جوه الجسم. من اول ما بيبدا اخد الدواء سواء خدته من الاورال كان كورس وبلعته او كان انجكشن كان حقنه وخدتها، لحد ما يوصل للمكان اللي هيشتغل فيه. الطريق اللي بيقطعه دوت هو هنا بيكون متاثر بالجسم، بيتاثر بالجسم بدايه من الابزوربشن لحد ما الجسم يعمل له ديستريبيوشن في الانسجه المختلفه لحد ما تنتهي وظيفته خالص من الجسم ويبدا نعمل له اليمينيشن بره الجسم. فهنا الجانب دوت من الدواء بنسميه الكينيتكس، والجانب دوت الفارماكولوجي بتهتم بيه عشان تعرف الدواء هيستغرق وقت قد ايه لحد ما يوصل للمكان اللي هيشتغل فيه، وهيستغرق وقت قد ايه اثناء الوظيفه بتاعته، وهيستغرق وقت قد ايه لحد ما الجسم يتخلص منه. فالكينيتكس مرتبطه جدا بالتايم. فالكينيتكس مرتبطه جدا بالتايم، عشان كده معظمها بيكون كوانتيتيف، يعني دراسه كميه. الجانب الاخير اللي هو الداينامكس. ايه هي الداينامكس؟ الداينامكس جايه من الداينامكس، ليها اكتر من تعريف او ليها اكتر من معنى، بس نقدر نقول ان هي الباترنز او الاشكال اللي بتنتج بعد ما الدواء يوصل مكان اللي هيشتغل فيه ويبدا يدي التاثير بتاعه. يعني نقدر بتعريف اخر نقول ان الديناميكس هي تاثر الجسم، تاثر الجسم بالدواء. يعني الفرق المتبادر للذهن ان الكينيتكس تاثير الجسم على الدواء، من اول ما الجسم يدخل ويتحرك لحد ما يوصل مكان اللي هيشتغل فيه الجسم عمال ياثر عليه. لكن الديناميكس هنا الدواء اللي بيبدا ياثر على الجسم. فنقدر نقول كده باختصار شديد للغايه ان الفارما هي العلم اللي بيدرس ماده كيميائيه عندها القدره ان هي تزود او تقلل او تتحكم في وظائف في الجسم. مجال دراسته للماده ديت بيكون من خلال محورين كبار. المحور الاول هو محور الموفمنت الكينيتكس بتاعت الماده ديت جوه الجسم وتاثير الجسم عليها، والشق الثاني اللي هو الداينامكس، بدايه تاثير الماده ديت على الجسم سواء بالايجاب او بالسلب، سواء بالافكت اللي انا عايزه اللي هو الافكت المطلوب، او بالافكتات الثانيه اللي هي مش عايزه السايد افكتس او التوكسيك افكت. تمام تمام. طيب لما حضرتك بتشوف الدواء بتلاقي الدواء ليه اكتر من اسم، فعملنا حاجه اسمها دراج نومنكلتش، عملنا تسميتين. يعني في الاسم الكيميكال نيم اللي بيكون مبني على الاستراكشر الكيميائي بتاع الدواء اللي بيهتم بيه الناس اللي شغالين في الكيمياء التحليليه والناس اللي شغالين في الفارماسيوتيكال. على سبيل المثال عندنا دواء اسمه الاسيتيل ساليسيليك اسيد،
بفتكر من الكيمياء العضويه في ثالثه ثانوي كنتوا خدتوا حاجه اسمها حمض الساليسيليك. حمض الساليسيليك، حمض الساليسيليك ده يا سيدي الجينيريك نيم بتاعه او الاسم اللي اتفقنا عليه اول ما اخترعناه كناس بتوع فارما سميناه اسبرين. سميناه اسبرين، الشركه اللي اخترعت الاسم سمته ايه؟ اسبرين. بقى ده الاسم المتعارف عليه في الفارماكولوجي، لكن الكيميكال نيم بتاعه المتعارف عليه كتركيب عند الناس الكيميائيين اسمه اسيدين ساليسيليك. احنا في الفارما بنعني بالجينيريك نيم. طيب حضرتك دلوقتي هتخرج وتتخرج وتشتغل دكتور وهتكتب روشته. الروشته دي بتكتب ايه؟ تكتب التريد نيم، الاسم التجاري. بس الماده الفعاله اللي هي الاسبرين او الاسيد الساليسيليك اسيد، ولكن كذا شركه بتصدرها تحت اسم تجاري مختلف زي الاسبوسيل وزي الريفو وزي غيرها من الاسماء التجاريه الموجوده في الصيدليات. وعلى هذا المثال في ايه؟ في معظم الادويه احنا بس خدنا الاسبرين كاي كمثال مشهور. طيب دي معلومه جانبيه. المعلومه الاهم واللي انا عايزك تطلع بيها من محاضره النهارده اللي هو احنا ليه بناخد الدواء؟ احنا ليه بناخد الدواء؟ يعني المتبادر للذهن دايما اننا بناخد الدواء عشان نتعالج. انا واحد مريض وباخد الدواء عشان اتعالج من المرض ده. ولكن كفارماكولوجي الاجابه دي مش صح قوي. احنا ايوه بناخد الدواء السبب الرئيسي عشان كيوريف، يعالج سبب المرض. يعالج سبب المرض، يعني المرض اي مرض بيجي بيكون ليه سبب معين وبيكون ليه اعراض معينه. يعني فرضنا واحد مثلا دلوقتي ضرب طبق كشري من مكان مش نظيف قوي، فالاكل كان ملوث بشويه بكتيريا. البكتيريا دي نزلت عنده في الجهاز الهضمي بتاعه، بدا يحصل شويه اعراض زي الاسهال، زي ممكن يرجع حرارته سخنه، لسانه اصفر، ريحه بقه وحشه، حاسس بمراره في بقه. كل ديت بنسميها اعراض. لكن السبب بقى اللي عمل ده اللي هو ايه؟ اللي هو البكتيريا اللي قاعده في الجهاز الهضمي بتاعه. فانا بديله دواء يعالج الايه؟ السبب اللي هو المضاد الحيوي. المضاد الحيوي بيروح داخل مقابل البكتيريا اللي عملت المشكله ديت ويقضي عليها، فكل الاعراض دي تختفي. طيب هل كل الادويه في الفارما بتعمل كده؟ لا، مش كل الادويه في الفارما بتعمل كده، لان مش دايما بكون عارف السبب المحدد الرئيسي للمرض. فعندنا شق كبير جدا من الادويه بنسميه السيمتوماتيك، اللي هو بقى ما عارفش ايه اللي سبب للشخص دوت المشكله في الجهاز الهضمي ده. فهشوف مثلا ايه الاعراض اللي عنده اسهال، هديله حاجه تعالج الاسهال. عنده مغص، هديله حاجه تعالج المغص. عنده سخونيه، هديله حاجه تعالج السخونيه. فانا هنا بعالج الاعراض مش بعالج الاسباب. مش بعالج الاسباب. طيب هتقول لي ليه؟ انت ليه عالجت الاسباب وما عالجتش الاعراض؟ اقول لك لان مش كل الامراض اللي في الطب احنا عارفين اسبابها بشكل واضح عشان نعالجها. عندك مرض منتشر جدا زي مرض الضغط، نسبه قليله قوي جدا، حوالي 5 او اقل من 5% من المرض اللي احنا عارفين اسبابها. يعني عارفين الناس دول ضغطهم مرتفع ليه. 95% التانيين او اكتر كمان مش عارفين. فكل ادويه الضغط بتتاخد بحيث ان هي تقلل الاعراض. يعني بديله دواء يقلل نبضات القلب، بديله دواء يقلل حجم الدم، بديله دواء يعمل سيوله. كل ده ليه؟ عشان اقلل الاعراض وعشان امنع المضاعفات. عشان امنع المضاعفات. يعني حط دايما في حسبانك ان مش بس باخد الدواء. عندك شخص عادي بقى دلوقتي تعبت وبتاخد دواء، مش بس باخد الدواء عشان يعالجني من سبب المرض، لا، الدواء ممكن يكون باخده عشان يقلل الاعراض اللي عندي، زي انا حاسس بصداع دلوقتي فباخد اناجيزكس اللي هي مسكنات عشان يعني ايه اخفف الايه؟ الالم دوت، او ما احسش بالايه؟ ما احسش بالالم. ممكن اكون باخد الدواء عشان امنع اعراض اسوء ان هي تحصل. زي واحد عنده ضغط بياخد ادويه الضغط عشان يمنع الايه؟ المضاعفات انها تحصل، لان الضغط لو سيبناه هيبدا يحصل مضاعفات زي النزيف وزي الفشل في الكلى وغيرها من المضاعفات اللي هتاخدوها في الباثولوجي ان شاء الله. طيب يبقى ده كان اول ايه؟ دول كانوا اول هدفين كبار عندي. عندي كمان هدف بروفلاكتيك، ان انا باخد الدواء عشان امنع حاجه ايه؟ زي ان هي تحصل. او عشان امنع مرض ان هو يحصل. زي حضرتك دلوقتي سافرت مثلا افريقيا الوسطى عايز تاخد فسحه كده هناك، وانت رايح طبعا عارف ان في امراض متوطئه موجوده هناك مش موجوده هنا في مصر. فبالتالي حضرتك هتروح تكون سهل جدا ان انت ايه؟ تصاب بالامراض ديت. من ضمن الامراض دي حاجه زي الملاريا مثلا. فبنروح مدينك من هنا وانت ماشي ادويه الملاريا. طيب هل انت عندك ملاريا دلوقتي عشان تاخد ادويه الملاريا؟ لا ما عنديش، بس انا رايح باخدها كبروفلاكسس. كايه؟ كوسيله دفاع مسبقه عشان لما اروح هناك تيجي الناموسه تلدعني لا ايه؟ الملاريا ما تقدرش ان هي تعمل مرض عندي.
فدي وسيله ثانيه من ضمن البروفلاكت. يبقى بالنسبه لايه البروفلاكت هدف كمان اني باخد الدواء كريبليسمنت زي في حالات الانسولين. في بعض انواع المرض الدايبيتس او السكر بيكون سببه ان الجسم ما بقاش ينتج انسولين كويس، فخلاص فانا باخد الانسولين من بره كتعويض لايه للنقص اللي موجود في الجسم. يبقى بيريبليس هنا، يبقى بيريبليس. لكن شوف هنا ما حدش يقول لي لا ده انت كده بتاخده كعلاج للسبب، ده مش سبب. السبب ان الانسولين نقص في جسمي ان الخلايا اللي بتصنع الانسولين مثلا ما بقتش تصنعه. فانا لو اديتك دواء يخلي الخلايا دي تصنع انسولين، هنا انا ببقى بكيور كيوراتيف، يبقى انا ايه في الهدف الاولاني. لكن هنا انا مش بديك كده، انا بديك الانسولين نفسه. يبقى بعمل ايه؟ بعمل ريبليس للحاجه اللي نقصت في جسمك. فده هدف مختلف. هي الاهداف ديت مش نظريه، انا مش حاجه اسالك سؤال واقول لك احنا بناخد الدواء ليه؟ انا بقول لك انت قدام نفسك عشان تكون فاهم ومستوعب، وعشان بعد كده لما تبقى دكتور ان شاء الله ويجي المريض تكتب له الدواء ويقول لك انا باخد الدواء دوت مش بخف. فتفهمه ان انت بتاخد الدواء دوت مش بس عشان تخف، ممكن يكون مش بيخليك ايوه ترتاح من المرض دوت، لكن هو بيمنع ان المرض ده يبقى اسوء او بيخفف شويه الاعراض بتاعته. فديت اهداف رئيسيه جدا للدواء. مش عايز اقول لك ان معظم الادويه اصلا بتعمل كده، نسبه قليله جدا من الادويه اللي بتشتغل بس كيوراتيف وتعالج الاسباب. طيب كمان ممكن اخد الدواء ككنترول. انت راجل زي الفل ما عندكش اي حاجه، ولكن بتاخد الدواء ان هو بيكنترول وظيفه معينه موجوده في الجسم، وظيفه معينه موجوده في الجسم. ده اشهر امثله على دوت اللي هو الايه الكونتراسيبتس اللي هي ادويه منع الحمل. الست زي الفل ما فيهاش اي حاجه، ولكن بتاخد الايه بتاخد الدواء عشان تمنع الوظيفه الفسيولوجيه ديت انها تحصل. يعني هي مش مريضه ولا مثلا خايفه ان يجي لها مرض زي بتاع الملاريا فبتاخد الدواء عشان تمنع المرض، لا هي بتاخد دواء عشان يكنترول وظيفه فسيولوجيه طبيعيه موجوده في الجسم. ده صنفناه ان هو الايه؟ ان هو كنترول. الهدف الاخير اللي هو الدايجنوستس. في ادويه مهمه بيسموها ريديو اوبيك، او ديت ادويه لما بعمل عليها اكس راي لما تخش الجسم احقنها واعمل اشعه بتظهر فيه الاشعه. تظهر فيه الاشعه. فديت مهمه في ايه؟ ديت مهمه في الديفرنشال دايجنوستس. تسمع مثلا حد عمل اشعه بالصبغه، يقول لك انا عملت اشعه بالصبغه. يعني عمل اشعه بالصبغه، احنا عايزين نشوف مثلا هل الشريان دوت فيه تصلب، هل في حصوه مثلا في الاوعيه بتاعه الكليه. فبنبدا نحقن الصبغه ديت، بنبدا نحقن الدواء دوت اللي هو بيكون ليه صبغه معينه. عندنا مثال مشهور اللي هو الايوكسول، ده دواء مشهور جدا في الاشعه بالصبغه. ونعمل اكس راي ونروح شايفين ونروح محددين بقى هل فعلا في حصوه، في تصلب شرايين ولا ما فيش. فكده سريعا ليه احنا بناخد الدواء؟ تحطش في دماغك، شيل بقى ليه احنا بناخد الدواء؟ فانسى بقى خالص المفهوم اللي التقليدي اللي هو عند شخص طبيعي اللي هو انا باخد الدواء عشان اتعالج من المرض. لا، انت مش بس بتاخد الدواء عشان تعالج من المرض، ده احد اهداف اللي ممكن يكون موجود ممكن يكون مش موجود، لكن في اهداف ثانيه كتير احنا بناخد عشان الدواء. تمام يا سيدي؟ تمام. ده كله ايه؟ تمهيد بس كده او يعني فتح كلام مع بعض. لما نيجي بقى نخش في الفورمه نفسها هنلاقي قدامنا مفترق طرق كده او شقين كبار احنا لما احنا عليهم قبل كده لو تفتكر. هلاقي نفسي لما لو فتحت دلوقتي النشره بتاعت اي دواء هتلاقي حاجه اسمها دراج بروفايل، او يعني ايه زي السي في بتاع الدواء كده. الدواء دوت هيقول لك بيشتغل ازاي، ميكانيزم اوف اكشن، لما يخش الجسم ويبدا يعالج مثلا حاجه معينه او يغير وظيفه محدده هو بيعمل كده ازاي. فده بعرفه من خلال حاجه اسمها الميكانيزم اوف اكشن. تمام. بعرف كمان الانديكيشنز بناء على معرفتي بالميكانيزم بقول الانديكيشنز. خلاص يبقى الدواء دوت يتاخد للناس اللي عندهم المرض الفلاني، والناس اللي عندهم المرض الفلاني، والناس اللي عندهم الاعراض الفلانيه. ليه؟ لاني عارف الدواء دوت ايه الافكت اللي انا عايزه هو يعمله. بس خد بالك من حاجه مهمه، انت لما بتدي الدواء مش بس بيدي الافكت اللي انت عايزه، هو بجانب ان هو بيدي الافكت اللي انت عايزه بيدي اثار ثانيه انا مش عايزها. unwanted effects بنسميها ال unwanted effects. ال unwanted effects ديت في منها نوعين. في نوع ممكن يحصل بالجرعه العاديه، انا بديك الجرعه العاديه بتاعت الدواء بيحصل حاجه اسمها adverse drug reaction او الاي دي ار، اللي هي احد اشهر صورها السايد افكتس او الاثار الجانبيه. ولو بدا بقى شخص عايز ينتحر مثلا او شخص اتجنن كده وراح بالع الايه الشريط كله، ممكن يبدا الدواء يعمل توكسيك افكت. ديت اعراض ثانيه بتظهر باللارج دوز بالجرعات العاليه. فلازم الدراج بروفايل يقول لك المعلومات ديت، لازم اكون عارف الدواء دوت
ايه الوانتد افكت اللي انا عايزه وهدي انديكيشن عليه او دواعي استعمال عليه، والان وانتد افكت اللي انا مش عايزها وبتظهر عشان برضو انبه المريض ليها واكون حاططها في دماغي وانا بصرف الدواء دوت. جميل. طيب ايه كمان بعرفه؟ بعرف الدراج انتراكشن. يعني ايه الدراج انتراكشن؟ اصل انا دلوقتي مش بديك الدواء ده لوحده، انت ممكن تكون بتاخد ادويه ثانيه او انا بديك الدواء ده وكتبت لك كمان دواء معايا. الدوائين دول هيخشوا الجسم، هيعدوا على نفس الانسجه وهيمشوا في نفس الدم. هل الدوائين دول هيكونوا اصدقاء لبعض ولا يكونوا اعداء لبعض، ولا واحد منهم هياثر على الثاني ايجابيا ولا هياثر عليه سلبيا؟ ولازم احط ده في دماغي، وعلى هذا الاساس هعرف ايه الكونترا انديكيشن، ايه موانع الاستعمال للدواء، امتى الدواء ده ما ينفعش اديهولك. هل بسبب الانونتد افكت اللي عنده او بسبب الاعراض الجانبيه اللي مش هينفع تحصل معاك؟ يعني انت مثلا عندك مشكله في الكبد وهو الدواء من اعراضه الجانبيه الشديده ان هو بيعمل مشاكل في الكبد، فخلاص مش هينفع تاخد الدواء ده. او بسبب ان انت بتاخد دواء تاني ماشي عليه منتظم ومش هينفع تغيره، فلو اديتهولك مع الدواء الجديد هيحصل ما بينهم دراج انتراكشن وهياثر عليك سلبا، فبالتالي مش هينفع تاخد الدواء. واخيرا بقى بنعمل في بعض الادويه بيكون في حاجه اسمها بريكوشنز او احتياطات. بريكوشنز او احتياطات زي الادويه اللي ممكن يكون فيه حساسيه للجسم منها، فنعمل مثلا حاجه زي اختبار حساسيه قبل ما ندي الدواء ده، على سبيل المثال المشهور اللي هو البنسلين، عشان الناس كتير بيكون عندها حساسيه من البنسلين. تمام. طيب بجانب دول بعرف كده الدواء ده الجسم بيمتصه ازاي، الابزوربشن بتاعه، سواء بقى انا خدته قرص او خدته تحت اللسان وبدا ينزل في الجهاز الهضمي، ازاي الجسم بيبدا يمتصه؟ بيبدا يمتصه من اي جزء متصفح في الجهاز الهضمي، والعوامل اللي بتاثر على الابزوربشن دوت. وبعد ما دخل الجسم بيبدا يوسعه في الانسجه، بيعملوا ديستريبيوشن، هل هيخش جوه كل الانسجه ولا هيخش بعض الانسجه؟ وبعد ما هيقعد في الجسم مسيره، الجسم بقى هيبدا يعمل له ايه؟ ميتابوليزم، ويبدا ايه؟ يغير في شكله وتركيبه. طيب الميتابوليزم ده هيحصل فين؟ والتغيير دوت هيكون على اساس ايه؟ وبعد ما الدواء يتغير هيكون لسه شغال ولا هيحصل له اكسكريشن ويبدا الجسم يتخلص منه ويخرجه؟ ولو بيحصل له اكسكريشن هل الجسم بيخرجه عن طريق اليورين مثلا بيخرج من خلال الكيدني، ولا بيخرجه عن طريق البايل بيطلع فيه العصاره المراريه، بيطلع في العصاره المراريه وبينزل فيه مع الايه؟ مع الاسطول. ولا في بعض الادويه بتطلع فيه الاكسبريشن او في الزفير، بتطلع فيه الزفير. فيهمني برضو اعرف ده عن الدواء. طيب في الليله الكبيره اللي انت شايفها ديت هتلاحظ ان في جانب منهم ليه علاقه بان الدواء دوت مؤثر، وجانب منهم ليه علاقه بان الدواء ده متاثر، او بلغتنا بقى جانب منهم ليه علاقه بان الدواء ده كينيتيك او متحرك والجسم اللي بيأثر عليه، وجانب تاني ليه علاقه بان الدواء ده دايناميك، ده هو اللي بيأثر وهو اللي بينتج وهو اللي بيغير. فنقدر نقول ان الشق دوت هيندرج تحت الفارماكو داينامكس. يعني لما ادرس الفارماكو داينامكس عن الدواء هعرف المعلومات دي، ولما ادرس الفارماكو كينيتكس عن الدواء هعرف المعلومات دي. طيب عشان ما تتلخبطش ممكن نعمل تحشيشه ظريفه خالص كده، نقول ان الفارماكو داينامكس اللي بيديه ديت دبدوب. دبدوب الدبدوب بيكون مؤثر، انت لما بتشوف دبدوب بتجري طبعا، يعني الدبدوب هياكلك، فده بيكون مؤثر. لكن فارماكو كينيتكس او كينيتكس، في ناس بتنطق النطقين يعني براحتك، ديت بتكون كتكوت، والكتكوت طبعا انت بتشوف الكتكوت انت اللي بتجري وراه، فبيكون متاثر. عشان ما تتلخبطش ابدا ان الكينيتكس هو تاثير الجسم على الدواء، او هو بمعنى ادق الموفمنت اللي الدواء بيعملها جوه الجسم وبيتاثر بيه، لكن الداينامكس الدواء نفسه اللي بيأثر على الجسم. طيب نبدا بقى ناخد حاجه من الحاجات المهمه في الدراج بروفايل ده، الا وهي الابسوربشن. قبل ما ترجع تشوف الابسوربشن كان في الفارماكو داينامكس ولا في الفارماكو كينيتكس، تسال نفسك هل الابسوربشن دلوقتي، الابسوربشن ده كوظيفي يعني الدواء بيخش الجهاز الهضمي والجسم بيمتصه، هل الدواء في الحاله ديت في موضع الفاعل ولا في موضع المفعول، في موضع المؤثر ولا في موضع المتاثر؟ اكيد في موضع المتاثر. يبقى ده اصنفه ككتكوت ولا كدبدوب؟ اصنفه ككتكوت، يعني ك فارماكو كينيتكس بالظبط. ولكن كالعاده لازم نعرف الابزوربشن كتعريف او كديفينيشن. فنقدر نقول ان الابزوربشن احكم على حاجه بان حصل لها ابزوربشن لما توصل للسيستميك سيركيليشن،
and will passage of the drug from the site of administration to the systemic circulation. ليه بنحدد بالذات systemic circulation؟ لأن احنا عارفين إن الجهاز الهضمي في الطبيعي أول ما بيمتص الأكل ويبدأ يدخله على الدم، الدم اللي بيمشي فيه دوت بيكون داخل في دورة صغيرة كده اسمها الدورة البابية الكبدية أو البورتال سيركيوليشن، والكبد بياخده بقى يفلتره كده شوية وبعدين يدخله على السيستميك سيركيوليشن أو الدورة الدموية الكبرى. فطول ما الدواء لسه ما وصلش للسيستميك سيركيوليشن ما اقدرش اقول عليه ابسوربشن، حتى لو هو خلاص عدى من الانتستين وماشي في الشرايين الدمويه بتاع الكبد ما اقدرش اقول عليه ابسوربت الا لما يوصل لي خالص. طب ليه؟ لان هنعرف بعد كده ان في اوقات الليفر بيعمل اتاوه، يعني الدواء بيكون واصل له مثلا انا خدت 100 ملي جرام دواء، عدى من الانتستين 70 ملي جرام منهم، الليفر شاف الموضوع دوت وهم معدين عليه بقى في الدم كده مش يسيبهم في حالهم، لا راح واخد اتاوه من الدواء، خد الدواء اللي هم ال 70 دول راح واخد منهم 50 وراح موصل لي للسيستميك سيركيوليشن 20. فلو انا ما اعرفش القصه ديت هكون متوقع طول الوقت ان اللي موجود في جسمي 100 ملي جرام، لكن في الواقع اللي موجود 20. فلازم اعرف في الابزوربشن هل الدواء بيعدي بالكامل ولا هل في ناس بياخدوا اتاوه منه، ولو الناس بياخدوا اتاوه منه دول الاتاوه دي بيكون مقدارها قد ايه عشان اخد بالي من الجرعه واخد بالي من الافكت اللي انا عايزه يحصل. الابسوربشن تعتبر نقطه مهمه جدا عشان نفهم بعد كده بنحدد الجرعه بناء على ايه. طيب كده نشوف، لقينا معلومه غريبه جدا. المعلومه دي بتقول لي ان الدراج اللايبوفيليك في صورته النون ايونايزد بيعدي بسهوله من بيعدي بسهوله من جدار الجهاز الهضمي، يعني بيحصل له ابسوربشن بسهوله. انا عايزك بقى تسال نفسك ليه الدراج النون ايونايزد بيكون ليبوفيليك، وبعدين تسأل نفسك ليه الدراج اللايبوفيليك هيعدي بسهولة من الجهاز الهضمي. اسأل نفسك السؤال ده وافتكر كده محاضرة الهيستولوجي الثالثة، هي جاوبت كويس جدا على السؤال ده، عشان كده بقول لك لازم تكون شفت فيديو الهيستولوجي الثالث، وانا عايزك انت اللي توصل للإجابة بتاعت السؤال ده، انا مش هقشرها لك ببساطة كده. تمام يا سيدي؟ تمام يا سيدي. خلي بالك بقى ممكن يجي عليها سؤال ما يجيش سؤال بقى، يعني خلي بالك بقى. المهم المعلومه الثانيه اللي انا عايز اعرفها من الحاجات اللي بتاثر على دخول الدواء للجسم هي حاجه اسمها البي كي اي والبي اتش. ما تتخضش من المصطلح، افتكر معايا برضو حاجه خدتها زمان في الكيمياء التحليليه، خدت ان لما يكون عندي حمض ضعيف او قاعده ضعيفه وابدا احطها في محلول بتبدا يحصل لها ديسوسيشن او تبدا تتفكك لجزيئات، منها هلاقي منها ايونات قاعديه وهلاقي منها ايونات حامضيه. فالبي اتش بعبر بيها عن تركيز ايون وهيدروجين في المحلول نفسه، في المحلول نفسه او في المذيب في الوسط اللي بيدوب. والبي كي اي بعبر بيها عن تركيزات الايونات بتاعت مين؟ بتاعت الحمض او القاعده اللي انا دوبتها بقى في المحلول ده. فنقدر نقول ان الدواء دوت بما ان هو اللي هيخش ويتدوب جوه بنعبر عنه بالبي كي اي اللي هي تعتبر التركيز اللي بيكون عنده الايونات الحامضيه بتساوي الايونات القاعديه، يعني 50% قاعدي و50% حامض عشان يحصل ما بينهم اتزان او ايكوليبريم. والبي اتش هي حاجه ثانيه ايه متغيره متوقفه على ايه؟ متوقفه على ايه؟ على الميديا اللي انا حاطه فيها. يعني البي كي خاصيه ثابته والبي اتش خاصيه متغيره. طيب بيتحسب ازاي؟ مش هنخش في تفاصيل كتير لكن هنتذكر مع بعض شويه معادلات بسيطه. ان الاتش اي دوت اللي هو لو اعتبرته ان هو دوت الحمض او القاعده الضعيفه، الحمض الضعيف وبدا يتفكك الحمض الضعيف دوت لجانب ايونات حمضيه وايونات قاعديه، وجيت اشوف بقى الثابت بتاع الايونيزيشن دوت، اعمل نسبه بسيطه خالص، النسبه دي بتقارن بين تركيز الايونات الموجبه مع تركيز الايونات السالبه او الايونات الحمضيه مع الايونات القاعديه ثم على الصيغه النون ايونيزد او الغير متاينه. حلو حلو. كنا نفتكر طبعا ان كنا بنجيب الثابت دوت بلوجاريتم الاساس 10 للـ كي اي. لما بندخل البي اتش في الموضوع بما ان البي اتش حاجه متغيره متوقفه على الكي اي نفسه والتركيزات الايونات اللي موجوده في المحلول، فكنا بنقول البي اتش بتساوي البي كي اي زائد لوجاريتم الكسر اللي احنا لسه جايبينه ده. لو عايز اجيبها مثلا لجانب واحد بس اللي هو الايونات القاعديه كنت بقسم الاي اللي هي القاعديه على الكل،
ولو عايزها للحمضيه بقسم الاتش على ايه؟ على الكل. كل الليله ديت يعني ما تصدعش نفسك بيها، انا بس عايزك تفهم اننا خدنا منها معادله بسيطه خالص تهمنا في الفارماكولوجي. المعادله دي بتقول ان الحمض الضعيف، الدواء ده اللي هو عباره عن حمض ضعيف، لما بحطه في وسط معين سواء كان حمضي او قلوي بعمل له معادله معينه. المعادله ديت مشتقه من الصيغه الاخيره دي، البي اتش بتساوي البي كي اي زائد لوجاريتم النسبه. لو طلعت البي كي اي بره هتبقى البي اتش ماينس البي كي اي بتساوي اللوجاريتم النسبه. النسبه ديت هي عباره عن ايه؟ عباره عن الايونايزد على النون ايونايزد. ده في حاله الويك اسيد. في حاله الويك بيس بنعكس حاجه بسيطه، بنخلي الثاني هو اللي بيطرح الاولاني. هطرح العكس، البي كي نفسها هي اللي تطرح البي اتش، والرقم اللي هيطلع لي هيعبر برضو عن النسبه بين الجانب الايوني او الجانب من الدواء اللي عمل ايونز والجانب اللي ما عملش ايونز. طب انا هيهمني في ايه اعرف الجانب اللي عمل ايونز والجانب اللي ما عملش ايونز؟ هيهمني اعرف ده لاني كنت قلت لك في محاضره الهيستولوجي ان الايونات دي عباره عن ايه؟ هيدروفيلك، مش دايبه في الميه؟ دايبه في الميه. طيب الهيدروفيلك ده لما يجي يعدي من خلال السيل ميمبرين بتاع الجهاز الهضمي هيعدي بسهوله ولا هيعدي بصعوبه؟ هيعدي بصعوبه. طيب لكن لو هو كان نون ايونايزد هيكون ايه؟ هيكون لايبوفيلك، وهيعدي بسهوله ولا مش هيعدي بسهوله؟ هيعدي بسهوله. يبقى انا يهمني عشان الدواء يحصل له ابزوربشن ان هو يكون ايونايزد ولا نون ايونايزد؟ يهمني ان هو يكون نون ايونايزد، بس ده هيختلف حسب البي اتش اللي هو موجود فيه. يعني ممكن يكون مثلا موجود في المعده نون ايونايزد يخش الانتستين يبقى ايونايزد، او العكس موجود في المعده ايونايزد يخش الانتستين يبقى نون ايونايزد. فبالتالي هستنتج ان الدواء ده ما يمتصش كويس من المعده لكن يمتص حلو قوي من الانتستين، او الدواء ده يمتص حلو قوي من المعده لكن ما يمتصش كويس من الانتستين. بناء على ايه؟ بناء على فهمي للثوابت الايونيه المتغيره ديت. عشان ما تلخبطش منهم عملنا زي تحشيشه بسيطه كده خالص، بتقول الحمض هكين والقاعده كهين. الحمض هكين يعني ايه؟ الحمض هكين يعني اتش اللي هو البي اتش ناقص البي كي بتساوي ايه؟ بتساوي الايونايزد على النون ايونايزد. والقاعده كهين اللي هو العكس، الكي هي اللي مطروح منها الاتش هتساوي برضو الايونايزد على النون ايونايزد. تعالى ناخد امثله عشان ما ايه؟ نفك الايه؟ الطلاسم دي شويه. هي الجزء ده يعتبر من اصعب الجزئيات في الفرن، وانا دايما بحب يعني اشرح الجزئيات الصعبه اللي هي دايما مش بتوضح او بتعقد. فتعالى مثلا نشوف دواء زي الاسبرين. الاسبرين البي كي بتاعته 3. البي كي بتاعته 3 يعني ايه البي كي بتاعته 3؟ يعني الحاله اللي بيكون فيها 50% من الدواء ايونايزد و50% نون ايونايزد، ودي حاله ثابته وخاصيه بالدواء. عندنا دواء ثاني اسمه بايلوكاربين، البي كي بتاعته كام؟ 6. حلو حلو. تعالى على البي اتش بتاع الاستومك هلاقيها مثلا متوسط 2، والبي اتش بتاع السمول انتستين متوسط 7. حضرتك دلوقتي خدت الاسبرين، الاسبرين دوت هل هو ويك اسيد ولا ويك بيز؟ قال لي الاسبرين دوت ويك اسيد، يبقى هطبق انهي معادله؟ هطبق المعادله بتاعت هاكين، الحمض هاكين، المعادله الاولى. اروح جايب البي اتش الاتش واطرح منها الكي. تعالى يا سيدي 2 ناقص 3 هيساوي كام؟ ماينس 1. ماينس 1. حضرتك طبعا هتعترض وتبحلق لي وتزعق لي وتقول لي ازاي لوجاريتم يطلع سالب؟ ما ينفعش لوجاريتم يطلع سالب. اقول لك بس بالراحه عليا كده خالص. احنا هنا مش بنتعامل باللوجاريتم، احنا شلنا اللوجاريتم ده خالص ورحنا جايبين الاساس 10. والرقم مرفوع للاس الاساس 10. يعني الرقم اللي يطلع ده اللي هو سالب 1 حطه على الاس بتاع ال 10 ديت، مكان النجمه المحطوطه دي. فانا طلع لي سالب 1. طلع لي كام؟ سالب 1. 10 اس سالب 1 بكام؟ بواحد على 10. الواحد على 10 يعني ايه؟ يعني ايه بقى 1 على 10؟ ارجع للتحشيشه هكين، يعني النسبه بين الايونايزد والنون ايونايزد 1 على 10، يعني المقام اكبر من البسط 10 مرات. المقام اللي هو ايه؟ اللي هو النون ايونايزد. يبقى الدواء دوت في البي اتش ديت بيكون النون ايونايزد اكتر من الايونايزد. حلو، هل بقى هيمتص حلو ولا وحش؟ هيمتص حلو طبعا. ليه هيمتص حلو طبعا؟ لان في البي اتش بي هو نون ايونايزد اكتر، فبالتالي هو ليبوفيلك اكتر، فبالتالي هو سهل ايه يحصل له ابسوربشن اكتر. مفيش مشكله. مفيش مشكله، كمل معايا للانتستين. الاسبرين خلص الاستومك وراح داخل على الانتستين. لا الانتستين البي اتش بتاعتها كام؟ 7. البي اتش بتاع الانتستين 7 متوسط هام. طبق يا سيدي المعادله، انهي واحده فيهم؟ قلت لك الاسبرين ويك اسيد، فخليني في المعادله اللي فوق اللي هي هاكين. البي اتش ناقص البي كي 7 ناقص 3 طلعت بكام؟ طلعت ب 4.
10 اس 4 بكام؟ ب 10000. يعني 10000 على 1. 10000 على 1. ارجع للتحشيشه بتقول ليها كين، يبقى النسبه بين الايونايزد والنون ايونايزد 10000 على 1. يعني ايه؟ يعني في البي اتش دي جزيئات الدواء اللي حصل لها ايونيزيشن 10000 مره قد جزيئات الدواء اللي ما حصلهاش. يبقى بالتالي الدواء ده هيكون صعب جدا يحصل له ابسوربشن في الميديا. تمام؟ طب خش على المثال تاني اللي بعديه عشان يعني نوضح برده شويه. البايلوكاربين، بايلوكاربين البي كي بتاعته كام؟ 6. طيب الدواء دوت قال لي ويك بيز، ويك بيز قاعده ضعيفه. اطبق عليه المعادله الاولى المعادله الثانيه، قال لي المعادله الثانيه القاعده كهين، القاعده ايه؟ القاعده كهين كي ناقص اتش. فطرحنا كي 6 ناقص 2، هو معدي في المعده دلوقتي اول حاجه، لا المعده 2، فطرح كده 6 ناقص 2 بكام؟ ب 4. 10 اس 4 10000. يعني ايه 10000؟ ارجع للمعادله، يعني نسبه الايونايزد للنون ايونايزد 10000 الى 1. يبقى الدواء دوت هايلي ايونايزد في الاستومك، يبقى مش هيعرف ايه يحصل له ابزوربشن من الاستومك، فراح معدي على السمول انتستين. لا السمول انتستين كام؟ 7. تعال نطبق المعادله، المعادله بتقول كي ناقص اتش 6 ناقص 7 كام؟ ماينس 1. طيب هات الماينس 1 دوت وحطه عند الاساس 10، 10 اس ماينس 1 تبقى ب 1 على 10. يبقى النسبه دي معناها ايه؟ ارجع للمعادله، ده معناه ان المقام اكبر من البسط. المقام اللي هو ايه؟ المقام اللي هو النون ايونايزد. يبقى نسبه الجزيئات النون ايونايزد من الدواء 10 مرات قد الجزيئات الايونايزد، اللي هي بالظبط حوالي 90%. يعني 90% من الدواء دوت في صوره نون ايونايزد في الاستومك، 10% منه بس هو اللي حصل لهم ايونايزيشن. يبقى الدواء دوت هايلي لايبوفيليك في اللحظه دي، وهيحصل له ابسوربشن كويس جدا من الانتستين. اتمنى كده اكون وضحت، اتمنى اكون وضحت. انت بس افتكر المعادله الاخيره اللي تحت دي، يعني العكه اللي كانت فوق دي بس عشان فهمت المعادله كانت ازاي. افتكر ان الحمض هكين والقاعده كهين، الحمض هكين والقاعده كهين، والرقم اللي يطلع حطه على الاساس 10 وشوف، حطه على الاساس 10 وشوف النسبه، وهتقرر في الاخر الدواء ده هيحصل له ابزوربشن من هنا كويس ولا مش هيحصل له ابزوربشن كويس. طيب الحاجه الاخيره بقى، احنا ليه بنعمل كده؟ موضوع البي اتش والبي كي هتفرق معانا في ايه فعليا يعني ككلينيكال بقى وكتطبيق كلينيكال، ولا هو مجرد رغي نظري وخلاص مش اي لازمه؟ لا هتفرق جدا. هتفرق ان اول حاجه هعرف احدد ايه افضل مكان الدواء ده هيمتص فيه. يعني انا بعد اللي شفته دوت قلت الاسبرين بيمتص كويس جدا من الاستومك ومش كويس من الانتستين، والبايلوكاربين العكس. فدي عرفت بيها المكان اللي هيحصل ابسوربشن، بالتالي هعرف احدد على اساسها الوقت، اشوف مثلا امتى المعده هتخرج الدواء الانتستين، بعد مده قد ايه، وبالتالي اقول الدواء ده بيبدا يحصل له ابسوربشن مثلا بعد نص ساعه ولا بعد ساعتين. كمان بحدد حاجه مهمه قوي الا وهي الريت اوف اليمينيشن، معدل التخلص، الريت اوف اليمينيشن. المعلم ده اللي هو الاسبرين بينزل الاستومك بيلاقي الاستومك اسيريك وهو اسيريك، فانا وانت زي بعض، انت اسيريك وانا اسيريك، فايه اللي بيحصل؟ يبقى انا مش هبقى ايونايزد، احنا زي بعض يعني. فكرة بالطريقه دي، يعني احنا ممكن نبسطها نقول ايه؟ نقول ان حضرتك لما بتدخل اي وسط وتلاقي الوسط دوت مختلف عنك بتبدا تعمل حيل دفاعيه ان انت تبعت ايونات وهو يبعت ايونات وهكذا. لكن لما بتدخل وسط مشابه ليك مش بتحتاج تنزل ايونات. فمثلا دلوقتي لو انا قاعده واتحطيت في وسط حمضي هلاقي الوسط دوت غريب عني، فهبدا ادافع بان ارمي ايونات وارمي ايونات وهكذا. لكن لو انا قاعده واتحطيت في وسط قاعدي خلاص ده احنا اولاد عم يعني مش هنتخانق مع بعض. فايه اللي هيحصل؟ فهبقى في صوره النون ايونايزد. ده كتقريب بس يعني، لكن التفاصيل في المعادله اللي فاتت. فالمهم الاسبرين دلوقتي حمضي واتحط في المعده اللي هي اليومن بتاعتها، اليومن بتاعتها حمضيه. فعدى بسهوله. ليه؟ لانه كده نون ايونايزد فلايبوفيلك. لكن مجرد ما دخل جوه بقى في الجدار بتاع المعده نفسها لقى الجدار قاعدي الكلاين، فحصل هنا ايه؟ حصل انه بدا يطلع ايونات فبقى ايونايزد. ومجرد ما بقى ايونايزد يبقى انا ايه اللي حصل لي؟ حصل لي ترابنج. الاسبرين كده اتحجز او اتحبس جوه الخلايا. هو كان داخل من بره نون ايونايزد فالخليه خلته يدخل. دخل الخليه لقى الخليه قاعديه. فتحول لايه؟ لايونايزد فورم. يخرج تاني من الخليه قالت له لا ما عديكش، ما ينفعش اعديك. انت عايز تعدي من الدهون لازم تكون ليبوفيلك، انت دلوقتي ايه؟ هيدروفيلك فما اعرفكش. فيبدا الاسبرين يتحبس جوه الخلايا بتاعت المعده. فبالتالي لما حصل له ترابنج في الجاستريك ميكوزا شويه منه بس هيخش الدم على قد الاحتياج بتاع الجسم، والمعظم هيبقى محبوس. وفي الحاله دي الجسم هيقدر يتخلص منه في حاله واحده بس، ان خلايا المعده زيها زي خلايا الجلد لان هي ابيثيليوم بتبدا تتقشر كل فتره.
كل فتره كده انت جلدك بيبدا يتقشر. كذلك الابيثيليوم المبطن جهاز الهضم بيبدا كل فتره يتقشر ويطلع بداله ابيثيليوم جديد. فهو يفضل قاعد لحد ما تيجي اللحظه دي. بالتالي ممكن يفضل قاعد اسابيع. عشان كده ممكن يعمل قرحه في المعده، قرحه بسبب الايه؟ الاسيد تريبنج، ودي قرحه بتكون قرحه صعبه جدا. ففهمي ليه الايونيزيشن ده خلاني افهم المصيبه اللي ممكن تحصل دي، وخلاني افهم بعد كده لما اجي اقول لك ده من ضمن السايد افكت بتاع الاسبرين 1 2 3، انت فاهم دلوقتي السايد افكت دي حصلت ليه؟ بسبب موضوع الايه؟ الايونيزيشن دوت اللي خلاه سهل يدخل بس دخل اتحبس جوه ما عرفش ايه؟ ما عرفش يخرج. تاني حاجه مهمه برضو بعرف بيها الريت بتاع الاكسكريشن بقى. بما ان هو دخل خلاص فرضنا دواء تاني عرف يخش الجسم وزي الفل والكليه بقى بتبدا تتخلص منه مثلا وتنزله في اليورين. الدواء دوت لو كان توكسيك، واحد مثلا اتجنن كده وراح واخد دواء بلع ايه كميه كبيره منه عشان ينتحر وانا عايز الحقه دلوقتي الشخص ده، فبروح شايف الدواء اللي هو اخده هل هو اسيريك ولا هو بيزك. ده على افتراض طبعا انواع ثانيه في شويه تفاصيل ثانيه هنحكيها في الاليمنيشن بعد كده، انواع الاليمنيشن حاجه اسمها زيرو اوردر وحاجه اسمها فيرست اوردر، مش ده موضوعنا دلوقتي. المهم ان الشخص دوت خد كميه كبيره جدا من الدواء والدواء ده كان اسيديك وعرفت معلومه ثانيه ان الدواء دوت الكليه هي اللي بتعمل له اكسكريشن وانا عايزه ينزل من جسمه بسرعه، فاعمل ايه؟ اروح رايح شايف الوسط بتاع الايه؟ بتاع الاكسكريشن. هو دواء اسيديك فعشان يبقى في النون ايونايزد فورم محتاج وسط ايه؟ وسط زيه، ما احنا قلنا انا لما ابقى وسط زيي مش محتاج ابقى ايه؟ اطلع ايونات. فطول ما هو في وسط اسيديك بيبقى نون ايونايزد، يبقى ده معناه ان الكليه اول ما تيجي تطلعه هيروح راجع تاني وداخل الدم ويقعد فتره طويله. فلو عايز اخلص منه هروح جاي على الكدني واديها دواء تاني يخلي الوسط بتاعها الكالاين. فاول ما صاحبنا دوت يجي يروح الكليه يلاقي الوسط مختلف هوب يطلع الايونات بتاعته يتحبس في اليورين ويروح نازل مع اليورين. او العكس. لو الدواء دوت هو الكالاين اصلا هو دواء قاعدي ورحت شفت الكدني لقيته ايه بيروح رايح يعدي من وسط قاعدي ويروح ايه ما يطلعش اي ايونات ويرجع الدم زي الفل. عايز ابوظ له الدنيا ديت، رحت جايبه دواء حامضي راح حمض البول. فاول ما صاحبنا دوت راح ناحيه الكليه لقى الوسط حامضي مش زي ما هو متوقع، راح مطلع ايونات كتير واتحبس في البول ونزل فيه ونزل بره الجسم. في طريقتين مشهورين جدا، طريقه الالكلينايزيشن ممكن نعمل حاجه زي الايه البايكربونات. البايكربونات مشهوره جدا في الالكلينايزيشن، يعني اديك حقنه مثلا انتروفينس كده بسرعه محلول بايكربونات يروح داخل على طول على يشوف الدواء الاسيليك دوت اول ما يقابله في الكليه يبوظ له الدنيا هناك وياخده يعمل له ترابنج وينزل فيه اليورين. والحاله الثانيه في حالات الاسيريفيكيشن، لو انا عايز اخلي اليورين اسيريك، طب انا اخلي اليورين اسيريك ليه؟ عشان عندي دواء بيز عايز اطلعه. عندنا مثال مشهور اللي هو الامونيوم كلورايد. الامونيوم كلورايد اديك برضو انتروفينس وانت واخد دواء وعايز تنتحر بدواء بيسك، يروحوا مقابلين بعض في الكليه يبوظ له الدنيا ويعمل له ترابنج وينزلوا مع بعض في اليورين. يبقى لازم تفهم فكره الترابنج. ممكن نشوف مع بعض برضو الصورتين اللي تحت دول. عندك مثلا الار سي او اتش دوت، ده دواء حمض، دوت حمض. في الصوره ديت طول ما هو الاتش لازقه فيه دوت ايه؟ نون ايونايزد. فسهل جدا يعدي ويروح ويجي. هو هيفضل بالصوره ديت اللي بتسولابل ده طول ما هو في وسط زيه. يعني في وسط حامضي زيه. ايه اللي حصل بقى لما انا بوظت له الدنيا وجيت في الكدني ورحت حاطط لي البايكربونات؟ لا الوسط قاعدي. الوسط القاعدي ده مختلف فهبدا ادافع. ادافع باني بدي ايونات، بدي ايونات، قعد يفقد اتش، يفقد اتش، يفقد اتش، فتحول لايه؟ لايونايزد فورم. جه يرجع تاني من الخلايا قالت له لا ما ينفعش اعديك، انت دلوقتي بقيت ايونايزد ما اعرفكش، فحصل له ترابنج ووقع في اليورين. نيجي نشوف الحاله الثانيه مثلا، الدواء اللي هو ايه؟ القاعدي. انا قاعدي اهوت يا سيدي ومعليش اي شحنات ار ان اتش 2 وما عنديش اي مشكله. هوب رحت انت جايب لي ايونات هيدروجين كتير ودخلتني في وسط حامضي، فتحولت لدواء ايونايزد. خدت ايون هيدروجين زياده وبقيت بوزيتيف ورحت نازل في اليورين. تمام؟ هو الجزء ده طبعا يعني انا كنت حابب ازود واشرح حاجات ثانيه اضافيه ولكن يعني الموضوع شكله تقيل عليكم فنكتفي بالجزء ده ان شاء الله المره دي، وممكن نعمل فيديو لاحق بعد كده نستطرد شويه في بعض موضوعات الجنرال فارماكولوجي، واكيد يعني حاجات كتير هتلاقيها وقعت منك في الفيديو، فحاول ان انت تسمع الفيديو ثاني او ان انت تسالني فيها برضه لو حاجه مش واضحه يعني وحابب اوضحها بشكل افضل. وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.